ويقول حفظك الله، وهل المقصود بصحف موسى التوراة أم أنها غير؟ نعم التوراة، المقصود بصحف موسى التوراة، وهي الألواح، الألواح التي كتبها الله، كتب الله التوراة فيها، وأخذها موسى عليه السلام فلقاها عن الله جل وعلا مكتوبة. ولما جاء إلى بني إسرائيل وقد عبدوا العجل غضب وألقى الألواح من الغضب فتكسرت من شدة الغضب عليه الصلاة والسلام، الغضب لله وإنكار الشرك. الألواح التوراة هي في الألواح، نعم، كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، نعم.